مرحبا، كيف حالكم؟ ماذا أضع على رأسي؟ أضع قبعة. شو بقول بالعربي الفصيح؟ أضع قبعة على رأسي؟ كلا، لازم نقول أعتمر قبعة. بس حط قبعة على رأسي، شو بقول؟ أعتمر قبعة. اتفقنا؟ اليوم بحلقتنا في عنا نص جديد وفي عنا تمارين وأكيد جواب عن الحزورة السابقة، فأوعى تروحوا لمطرح لأنه في عنا مفاجأة بآخر الحلقة كمان. أما هلأ فتابعوا معي كتير منيح شرح النص التالي. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، أليفة كانت أم مفترسة فلكل منها مميزات. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، الأرنب يعدو يقفز، القرد للموز يرقص، ما أجمل الكون الفسيح به الحيوانات تستريح. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات. جاهزين للنص التالي؟ تابعوا معي. لعبة، لعبة. في يوم ما قال رامي لسامر: هيا نلعب لعبة. أية لعبة؟ قال سامر. أجاب رامي: لعبة شد الحبل. كيف تلعب هذه اللعبة؟ يمسك كل منا بالحبل من جهة ويحاول أن يسحبه باتجاهه، والفائز منا يكافئ الآخر بهدية. إنها تبدو لعبة مسلية، هيا نلعبها. تابعوا معي عن جديد. لعبة. في يوم ما، بشي يوم، شو صار؟ قال رامي لسامر. رامي قال له لسامر: تعال نلعب لعبة وهيك منتسلى أكيد. فقال له: أي لعبة؟ سامر قال له لرامي: أي لعبة هاي؟ أجاب رامي: لعبة شد الحبل، يعني بصيروا شدوا بالحبل. كيف تلعب هاللعبة قولكن؟ كيف تلعب هذه اللعبة؟ يمسك كل منا بالحبل من جهة، الحبل عنده طرفين، كل واحد بيمسك جهة، واحد من هون واحد من هون، ويحاول أن يسحبه باتجاهه، كل واحد بصير يشد بالحبل صوبه باتجاهه، اللي واقف هون بشد هيك واللي واقف هون بشد لهالمان، والفائز منا يكافئ الآخر بهدية، ويلي بيربح، يلي بيربح انتبهوا شو بيعمل؟ بجيب له هدية لرفيقه. إنها تبدو لعبة مسلية، هيا نلعبها. إذن وافق وقال له هيئتها اللعبة بتسلي، يلا تنلعبها سوا. فهمنا منيح النص؟ هلأ بدي منكن تابعوا كتير منيح وتفهموا النص عبر هالشريط المصور، وبعدين ننتقل للتمارين. Thank you.
لعبة. في يوم ما قال رامي لسامر: هيا نلعب لعبة. أية لعبة؟ قال سامر. أجاب رامي: لعبة شد الحبل. كيف تلعب هذه اللعبة؟ يمسك كل منا بالحبل من جهة ويحاول أن يسحبه باتجاهه، والفائز منا يكافئ الآخر بهدية. إنها تبدو لعبة مسلية، هيا نلعبها. شاهدتوا منيح الشريط المصور؟ هلأ رح ننتقل للتمارين التالية. طلعوا على اللوح، كتب أنا جملة: مارس الرياضة وتمرن على الركض السريع. شو يعني مارس الرياضة؟ يعني لازم كل يوم نحن قد ما منقدر نعمل رياضة يلي منحبها، يمكن الركض يمكن السباحة، مثل ما بدنا نحن حرين منعمل الرياضة اللي منحبها. وتمرن على الركض السريع. وتمرن شو يعني تمرن؟ يعني لازم دايماً تركض بسرعة، لأنه كل ما تركض بسرعة كل ما تركض أسرع وأسرع. يعني إذا تمرنت اليوم على بسرعة ركضت، وبعدين تاني نهار كمان ركضت بسرعة، بتصير سريع كتير بالركض. شو لاحظتوا؟ حتى أنا دائرة حول حرف الراء. أقولكن ليه؟ هلأ منشوف ليه. تاني جملة: ركض القط خلف الفأرة. ركض، صار يركض القط خلف الفأرة. ليش حتى شد أنا على الط وحاطة دائرة بالأحمر وشد فوق على الراء ودائرة بالأحمر؟ شو أقولكن ليه؟ هلأ منشوف ليه. وتحت كاتب كلمة تمرن. تمرن والقط مع شدة بالأحمر. انتو بدكن تقولولي ليه؟ أقولكن فكروا معي منيح. إذا قلت تمرن تمرن، شو عم بسمع؟ تمرن عر عم شد، عراء إذن باللفظ عم شد. ليه عم شد؟ شو معناتها؟ فكروا معي. القط، القط عم شد كمان على الط. ليش عم شد؟ شو قولكن؟ أنا رح خبركن. هلا أنتو يمكن عرفتوها بس مش رح تعرفوا تعبروا مني. تمرن، تمرن بتعني عراء في شدة. هون شو بتعني هالشدة عراء؟ بتعني إنه حرف الراء تكرر مرتين. شوفوا معي كيف. تمرن بتصير تمرن، صح؟ جربوا الفزوة معي. تمرن، بس لحتى ما أقول تمرن شو بعمل؟ بقول تمرن. شو يعني؟ بجمع، بجمع، اسمعوا منيح، الحرفين الراء الأولى يلي عليها سكون، والراء الثانية يلي عليها حركة. بشو بجمعهم؟ براء وحدة وبحط فوقها شدة. عرفنا كيف؟ إذن رح عيد، تابعوا معي. تمرنا
يعني ت مر ر ن، لأنه اثنين راء عم شد باللفظ عليهم، جمعتهم بشو؟ بالشدة، حطيت راء وشدة. يعني شو بتعني الشدة؟ يلا قولولي شو بتعني الشدة؟ الشدة بتعني تكرار للحرف ذاته، يعني أضع الشدة بدلاً من أن أكرر الحرف نفسه وأكتبه مرتين. بدل ما أكتب الحرف مرتين بالكلمة مثل هون، شو عملت؟ وضعت شدة عليه. إذن الشدة تعني تكرار الحرف نفسه قد مرتين. فهمنا؟ منتابع. القط، وين أنا حاطة الشدة؟ على الط. إذن القط شو بيعني؟ بتعني سكون. شو عم بلفظ أنا هون؟ حركة ضمة. بدل ما اكتب اتنين ط، بدل ما اكتب اتنين ط، شو عملت؟ حطيت ط واحدة مع شدة. إذا فكروا معي، لماذا أضع الشدة على الحرف؟ كي لا أكتبه مرتين. فهمنا منيح؟ إذا القط حطيت شدة على الطا حتى ما أكتب اثنين ط. وتمرنا كمان، حطيت شدة على الراء حتى ما أكتب اثنين راء. فهمنا؟ تابعوا. اتبعوا المثال. درب صارت درب. درب درب. شو عم نسمع على الراء؟ عم نسمع شدة. شو يعني شدة؟ عم نشد باللفظ على الراء. درب. سمعتوا منيح؟ درب. في شدة على الراء. هلا جمع شو بتصير؟ قولوا معي، فكروا منيح. جمع جمع جمع. كيف بكتبها؟ بكتب اتنين ميم؟ ابدا، بحط شده محل الميم الثانيه تما اقول جم ما ع. شو بقول؟ جمع. بحط شده على الميم، لانه الشده شو بتعني؟ تكرار للحرف ذاته. جمع. جمعت رفاقي لاخبرهم قصة جميلة. هلا ربط. ربط شو ممكن تصير؟ ربط. ربط. شوفي عندي هون شدة على الباء. ربط. شو بتعني الشدة؟ تكرار الباء. شو يعني تكرار الباء؟ يعني بدل ما اقول رب با ط، يعني بدل ما عيده لحرف الباء مرتين، شو عملت؟ حطيت شدة. ربط. بتعرفوا انه لازم تركزوا كتير منيح على الشدة، لانه بالاملاء بتساعدكم لتعرفوا تكتبوا منيح. يعني اذا سمعتوا منيح صوت الشدة، ما بنكتب الحرف مرتين، بنكتب الحرف مرة واحدة وفوقه شد. ربطت حقيبتي جيدا لأنتقل إلى القرية. وضعت فيها أمتعتي، صح؟ من تاب. أصل الحروف وأكتب الشدة حيث يجب. طلعوا منيح. برجع بعيد. أصل الحروف، عندي حروف هون أنا بدي أوصلهم بعدهم، وأكتب شدة حيث يجب. إذن
وأكتب الشدة حيث يجب. عندي هون حرف شين دال ودال، شو رأيكم هاي شو بتعني؟ شد ده، شد ده، شد ده. في شي هون عم يتكرر، أي حرف؟ شو عم تسمعوا؟ شد ده، حرف دال. إذن شو بعمل؟ بكتبه هيك، شد شد ده أو لا؟ طبعاً لا. كيف بكتب؟ شد ده، حط شين مع دال وفوق الدال شد ده. شفتوا كيف؟ شد ده. بعدين مر ر ن، مر ر ن، شو بتعني هالكلمة؟ مر ر ن، مرنتوا دربتوا على شيء، مثلا مرنتوا على السباحة. إذا مر ر ن هيك بكتبها؟ لا، مرنا، بحط شد على الراء. خلص، لأنه صرت أعرف إنه لما اسمع الحرف يتكرر بكتبه مرة واحدة وفوقه شدة، مرنا. آخر كلمة كل ال كل ال كل، شو يعني الكل؟ الجميع يعني، كل هيك بكتبها صح، كل كله ها كلو، أو كلن ها كلو، أو كلن. لا، لام عم بسمعها عم تتكرر، بكتبها مرة واحدة وبحط فوقها شدة، كلن. إذن لام كررتها، شو بحط فوقها؟ شد. انتبهنا؟ هلا اوعى تروحوا لمطرح لنتابع بالفقرة التالية. جاهزين لهالتمرين التالي؟ يلا وألفوا جملتين فعليتين، وألفوا جملتين اسميتين. شو يعني؟ تذكرتوا؟ أكيد تذكرتوا لأنه أنتوا شاطرين. جملة فعلية، شو يعني جملة فعلية؟ تبدأ بفعل، أحسنتم. وجملة اسمية تبدأ باسم طبعا. يلا جاهزين؟ أول شيء فعل مارس أو مارس، عم بقول له لحدا يمارس. ألفوا معي شو بتقولوا؟ مارس يعني تمرن أو تمرن، وتمرن كمان يعني مارس. يلا مع فعل مارس شو أقولكم؟ شو منقول؟ أنا بختار جملة بقول مارس الرياضة جيداً كل يوم. انتو شو بتقولوا؟ كل واحد يكتب الجملة اللي فكر فيها. اذا مارس او مارس الرياضة كل يوم، انا اخترت هالجملة، رح اكتبها وانتو اختاروا اللي بدكن اياه واكتبوه. مارس الرياضة، اذا هون انا قلت مارس مش مارسة، مارس رياضة كل يوم، مارس رياضة كل يوم. تعرفوا لأنه الرياضة كتير مهمة لصحة الإنسان. هلأ فعل تمرن، تمرن فيني أنا أتمرن على رياضة معينة، وفيني اتمرن منيح، اتدرب منيح على كتابة فروضي لحتى صير شاطرة بحل المسائل الصعبة. شو يعني؟
إذا عطيوني مسألة صعبة بالرياضيات بالمات شو بعمل؟ شو بعمل؟ ضلني اتمرن منيح لحلها. إذا شو بتقولوا أي جملة منكتب؟ تمرن جيدا على حل المسائل الصعبة. رح اكتبها، تمرن جيدا على حل المسائل الصعبة. هلا في عندي تمرين تالي اللي بيقول أؤلف جملتين اسميتين مع أنا. أنا أحب الرياضة مثلا، أو أنا أحب اللغة العربية. فيكم تكتبوها شو ما بدكم تكتبوا. أنا رح أكتب أنا أحب اللغة العربية. كلمة كل شو يعني كل؟ يعني الجميع، يعني كل شيء. شوفوا أنا شو رح أكتب وأنتوا أكيد رح توافقوا على هالجملة وتكتبوها معي. كل الأوطان جميلة لكن وطني شو قولكم؟ أجملها. أحسنتم، لكن وطني أجملها. كل الأوطان جميلة لكن وطني أجملها. أنتوا كمان لازم تكتبوها، لازم تحبوا وطنكم كتير. وهلأ خلوكن معي لأنه في عندكن مفاجأتين. رسمة، مقص، مسرح، كاتب. جاهزين للمفاجأة الأولى؟ المفاجأة الأولى هي كان في عندي حزورة من قبل، شو قولكم جوابها؟ شو الحزورة بتقول؟ كم هو عدد أذرع الأخطبوط؟ 8 أو 4 أو 5؟ شو بتقولوا؟ أنا بقول في كتير منكم عرفوها. إذن 8 4 أو 5؟ الجواب هو 8. 8. إذا أذرع الأخطبوط هي 8. هلا في حزورة جديدة لإلكن بدكن تفكروا فيها منيح. ماذا يسمى صوت الفرس؟ إذا ماذا يسمى صوت الفرس؟ فكروا منيح فيها. وما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. وأنا بودعكم لحلقة جديدة. إلى اللقاء. للمسرح أنواع عديدة جميعها مسلية ومفيدة، تشمل التمثيل والموسيقى، توجه رسائل عميقة لجميع الفئات العمرية. في المسرح نلهو ونمر.
يمرح والجمهور بينا يفرح.